أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد تعرضها لمحاولة اغتيال في ساحل التحرير، مسعفة تتحدث عن تفاصيل محاولة تزييف إفادتها من قبل القوات الحكومية، وذلك أثناء تلقيها العلاج في مستشفى الشيخ زايد في العاصمة بغداد. الكثير من صفحات المواقع التواصل الاجتماعي تناقلت هذا المقطع، دعونا نتابع. جابوا الاستخبارات، اخذ مني معلومات، اعطيته معلوماتي الصحيحه رقم زقاقنا، فقالوا لي اعطينا اسمك الحراكي، قلت لهم انا هذا اسمي الحقيقي واني ممرضه من صنفكم اداوم مستشفى الطارميه العام. نعم. بعدين جاء الشرطي واحد عندنا نجمتين اللي من مستشفى الشيخ زايد، وللعلم يعني وراها كان ياخذ الدكتوره والولد ياخذهم على صفحه ويعوفني، هي عافوني هاي بعد انا يعني ساعه ضغط صاعد 15 على 10 وسكري عايفيني هم، بس يدزولي امن ويدزولي يهددون باعتقال الدكتوره والولد اللي اجا وياي. فالدكتوره يعني صحت، انا صرت عصبيه انهارت، صحت عليها قلت انت الشرطي اللي تريد تحقق تعال حقق وياي، انا مو الان مو الضربه، قلت ايش تحقق ويا المرافقين اللي وياي. الحاصل العمليه رادوا يبدلوها مالتي الافاده، يعني كاتب مشاجره، ومع كل اسف هذا الشرطي دي مستشفى شيخ زايد يعني يريد يسويها شغله اختصار، وسمعوا يعني العراقيين شوفوا لوين وصلت الشرطه مالتنا. نعم نعم. فالحاصل اجى واحد من ساحه التحرير دزوا علي، نزع الكاسكيت قال لهم هاي من زمان ومعروفه ناشطه بساحه التحرير. كان صدفه ما اعرف اجاني عقيد ثلاث نجمات جاء من يعني من مركز باب المعظم، ما اعرف اي شخص اللي بالساحه خلف الله عليه اللي نقدني اللي دزا علي، اخذ افادتي كتب بانه الاجراءات اللي صارت راح اجى ويا ذاك الشرطي، ذاك الشرطي كان مصر بانه اني درنفيس عمليه اختصار، هل من المعقول اني درنفيسي طب وهذا اربع جهات. تحدث له الشهيد الناشط تحسين أسامة الذي اغتيل في محافظة البصرة على أيدي الميليشيات بأن السيارة التي استخدمت أو التي استخدمت في قتل ابنهم تحسين هي نفسها التي استخدمت في قتل الدكتورة ريهام يعقوب وناشطين آخرين في محافظة البصرة. وأوضح ذو الشهيد تحسين بأن السيارة التي تم حجزها في وقت سابق في مركز شرطة الجمهورية تم إخلاء سبيلها مع المتهمين من قبل فوج الطوارئ والنجدة في المركز بعد مكالمة هاتفية من متنفذين. أكدوا بأن لديهم أدلة كافية على تورط أعضاء في مجلس محافظة البصرة بعمليات اغتيال الشهيد تحسين والناشطين الآخرين، مبدين استعدادهم لتقديم تقديمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. دعونا نتابع هذا المقطع. السيارة اللي لزمت نفس الأشخاص ونفس السلاح اللي بيها يا دولة، اللي لزمتها فوج الطوارئ والنجدة بمركز الجمهورية، ضباط نفسهم رسميين من الاستخبارات وقفوا عليها، تليفون صغير اجى طلعوهم خلال ربع ساعة، ومو سيارة واحدة، سيارتين، وعندنا أدلة كافية عليهم، ما سألهم ما قالهم السيارة ليه؟ زين ما يخالف السيارة طلعوا الأشخاص، السيارة أدوات ليش طلعت؟ نفس السيارة ونفس الأشخاص ونفس السلاح البيئي، نفسها السيارة قتلت تحسين وقتلت الدكتورة نفسها، ورمت عباس والبنية وياه، نفس السيارة رأس الثور بس أرقامها شالعينهم، قتلت تحسين حاطين لوحة بيوم نزلت بالجمهورية شايلين اللوحة، ليش طلعت السيارة؟ سيارة تقتل وتفتر بالبصرة ولحد الآن الجهة جاي تقتل تفتر بيها ما بدلتها، وين الحكومة؟ كل شيء نعرف السيارة جاءت طب القصور، بالقصور بعد الحكي ما ينظم، السيارة جاءت طب القصور، كلها مشتركة بالجريمة، أسعد العيداني، والله العظيم أسعد العيداني إذا ما شال اليوم باكر بالحسين نزلزل البصرة تحت أقدام، بعد غير هالحكي ما عندنا احنا، كتومين الفاتحة وناس عندنا، رئيس الوزراء لو جاء شاطيته ياكل، عندي بعد دلائل ووثائق وكل شيء موجود، رئيس الوزراء يدز لي وفد وانا اصعد وياه بالسياره ودليل مكانات، ليش يتعب نفسه بعد؟ ليش يقولك عد استخبارات وامن وطني؟ انا اخذهم انا. مكانات تطبق بها السياره واللي قاعدون بها الجهه، الجهه نفسها تقعد بيه موجوده، انا ما اتكل على الدوله، انا ما اقول لك الدوله بس الدوله ناس تخاف من الاحزاب، تخاف من ايران تخاف من الاحزاب، انا رجل ما اخاف، انا اعطيت لي واحد شهيد انا ارد اكمل بمكانه، انا ارد اكمل ارد استشهدهم على وطني وعلى بلدي، ما بيها شيء، اذا ما استشهد على وطني عليه ما استشهد، بعركه عشائر بالقرمه. أما التعليقات حول عمليات قتل واستهداف الناشطين في العراق فكانت كثيرة، نقرأ منها على موقع فيسبوك
ياسين قال: إذا كان الشخص معروف لديكم لماذا السكوت عن دم الشهيد؟ ويجب أن يحاسب كل من تلطخت يداه بدم العراقيين على العشائر، أن لم يأخذ القانون مجراه، أن يطالبوا بالقصاص من قتلة أبنائهم كما فعلت الناصرية. البصراوي علق وقال: بطل وشجاع، نعم القتلة يعرفهم الجميع، قتلوا أحمد عبد الصمد أمام القيادة، نفس الأشخاص اللي بالقصور. وسام قال: والله شجاع وما يخاف، يروحوا لك فدوة، كل الأجهزة الأمنية الخونة والمحافظ وياهم، معلومات خطيرة عن المجرمين والدولة تعرفهم وتغض النظر عنهم. ستار قال: القتلة يتحركون بحماية بعض المنتمين للأجهزة الأمنية. رفع الناشط المدني في محافظة صلاح الدين حسون عفان دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة المحلية عمار جبر خليل لقيام حماية الأخير بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة، وبعد منعه وعدد من الناشطين من لقاء وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وطردهم من مبنى المحافظة، وذلك بسبب مواقفهم المناهضة للفساد والفاسدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب حديثهم. وذكر الناشط المدني يزيد الحسون بأن قوة من حماية المحافظ اعتدت على مجموعة من الناشطين بالضرب والشتم ومنعتهم من دخول قاعة المحافظة بعد أن وجهت لنا دعوة من قبل مكتب وزير الشباب والرياضة. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وزير الشباب والرياضة على صلاح الدين حتى يسوي مؤتمر للشباب، حماية محافظ صلاح الدين عمار الجبر تجاوزوا علي وغلطوا علي وقدام كل الموجودين وطلعاني من المحافظة، وهذا الأستاذ وياي شوفوا وطلعاني من المحافظة غصبا عني. تعال إنه أنت ما تنقل معاناتك لوزير الشباب، عجل وزير الشباب إذا جاي لصلاح الدين وما يريد يسمع من عندنا، يريد يسمع بس ويا الناس اللي ما عندهم مشاكل وياهم، عجل عليش جاي؟ أطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل بمحافظة صلاح الدين لأن وضعها أصبح مأساوي. ناشطون عراقيون من صلاح الدين استنكروا في بيان لهم اعتداء حرس محافظ صلاح الدين على الناشط يزيد الحسون بمدينة تكريت، ووجد حادث تجاوز حراس محافظ صلاح الدين الحسون استنكارا من قبل مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نستمع إلى بيان الاستنكار من قبل الناشطين ضد الاعتداء. وجهت دعوة رسمية لعدد من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين لحضور اجتماع التشاوري مع السيد وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين، ولدى وصولنا لمبنى مجلس محافظة صلاح الدين والقاعة المخصصة للاجتماع فوجئنا بحصول اعتداء بالضرب المباشر ومشادة كلامية من قبل أفراد من حماية محافظ صلاح الدين ضد أحد الناشطين، تطور إلى التجاوز بالألفاظ النابية والضرب، ولدى تدخل ناشطين آخرين لفض المشاجرة بطرق سلمية، رد أفراد الحماية بالاشتباك بالأيدي وضربهم والتلفظ عليهم بالشتائم المشينة وإشهار الأسلحة عليهم بوضع الهجوم، كاد أن يتطور إلى إطلاق الرصاص الحي بدون تدخل أي أحد من الجهات الرسمية الحكومية التي كانت متواجدة في المبنى. جرى ذلك في مؤسسة حكومية رسمية تمثل القانون وتحمي مصالح الشعب وأسس الديمقراطية التي يحميها الدستور العراقي وتشريعاته. وإننا اليوم إذ نعلن احتجاجنا واستنكارنا لما حصل، فإننا نطالب سيادة رئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون ومنظمات المجتمع المدني في محافظة صلاح الدين، ونطالب بإجراء تحقيق عاجل لبيان الحقائق ومعاقبة المقصرين وفق القانون وبما يضمنه الدستور. ونقرأ من التعليقات حول اعتداء رئيس الحكومة المحلية على أحد الناشطين أو حراسه على أحد الناشطين في محافظة صلاح الدين. أنس قال: واقع محافظة صلاح الدين مؤلم جدا بسبب كثرة الفاسدين، لا عجب أن تكون الأولى بالفساد حسب تقارير الرقابة المالية. الشاعر عمر قال: عجل يابا من تدرون ما يسمع منكم شم وديكم، غاري يجمعون كم ناشط من عندهم ويسووها قمرة وربيع
جدام كما يقول قدام معالي الوزير. مثنى الدوري قال محافظة صلاح الدين عبارة عن عصابة تدير المحافظة، لا قانون ولا خدمات، عبارة عن عصابات. بشير الغانم العراقي قال صلاح الدين تحت حكم الفاسدين والحرامية ومسيرين أجهزة الدولة والمناصب لصالحهم. يقول صلاح الدين تحت حكم الفاسدين. رغم تحذيرات خلية الأزمة من قرب دخول العراق في موجة وبائية ثانية وتحذيرات من قبل نواب في خلية الأزمة البرلمانية من وصول الأعداد إلى 10,000 حالة إصابة بفيروس كورونا في اليوم الواحد، لا زالت بعض الممارسات الخاطئة تحصل في المجتمع بسبب غياب الوعي، حيث أظهر مقطع مصور زحاما شديدا خلال توزيع الطعام في مدينة الديوانية. ورغم أن المشهد يبين حجم الفقر الكبير الذي وصل إليه العراقيون بعد عام 2003، إلا أنه يحمل كذلك خطرا كبيرا على كل المجتمع بسبب احتمالية انتقال عدوى الفيروس فيروس كورونا بمثل هذه التجمعات التي لا يراعى بها قواعد التباعد الاجتماعي. دعونا نتابع هذا المقطع من مدينة الديوانية. نحن نعيش أجواء شهر محرم الحرام وأحياء ذكرى عاشوراء واستشهاد سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسين عليه السلام. يعني تبرز هناك وهناك من يتحدى فيروس كورونا ولا يبالي للإرشادات الصحية. برز من يصر على الزيارة وإقامة كل المراسم رغم خطورة ذلك على الموقف الوبائي، وكان الموضوع بهذه البساطة. دعونا نتابع هذا المقطع. كورونا اكو ماكو كورونا، برامجنا مال محرم ماشيه، وهالسنه اكثر راح تصير ان شاء الله، وكل مراسمنا راح تمشي، تطبيق زنجير زنجير وسكاكين، مشي على الجمر، مجلس طبو كله، وهذا الشهر محرم وصفر، هو راح يكون شهرين للتعايش مع كورونا. يقبلون اهل القرار لو ما يقبلون، احنا هذا شهرين تعايش مع هذا. ومن التعليقات حول هذا الموضوع نقرا بعضا منها على موقع فيسبوك. فرقاد قال المولى قال من يصير بكم شيء، اهلكم يكسرون الأجهزة ويضربون الكوادر الصحية، زي من بي كورونا وتسبب بأذية الآخرين وموتهم، ايش راح تقول لله عز وجل ولسيد الشهداء عليه السلام. علي قال قضية الحسين فكرة وعقيدة لا قيمة ولا تطبيق. أحمد غرد وقال بريء منكم الحسين عليه السلام ومن أفعالكم المشينة. علي الغريب قال وين وصل بنا الجهل، يعني حياة العالم في خطر من وراء هاي النماذج. تستمر معاناة سائقي سيارات الحمل ونقل البضائع في السيطرات الحكومية رغم تعهد الكاظم ورؤساء الحكومات السابقة في حل هذا الموضوع الذي تحول لمصدر دخل ثابت للأحزاب والميليشيات وفقا لنواب. سيطرة الصقور واحدة من السيطرات التي تتفاقم بها معاناة السائقين. دعونا نستمع لشهادة أحد السائقين في سيطرة الصقور. هذا المسكين خطي انقلبت سيارته، انقلب حمله بالسونار مال الصقور، وانا الكاظم خليني اجي اشوف، يلا تعال اطلع عندنا السونارات
شوف شو إذا نسون أراد، شوف العالم هاي شلون متبهدله، هاك شوف 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 الازدحام هاي الشاهدين على أربع شوايد باطة مستلقى العالم، أنتم نايمين هاك شوف. ونقرأ من التعليقات على موقع فيسبوك ما جاء على لسان العراقيين حول السيطرات والزحام هناك ومعاناة المواطنين. حسين المياحي قال والله كلامك صحيح، ينتظرهم الشعب بفارق الصبر حتى يهش رؤوس الفاسدين ويطاردهم أينما رحلوا، لعنة الله كما يقول على السياسيين. أحمد قال سيطرت الصقور وسونارها ما لا أي داعي، لأن موجود سونار الغزالية بس هاي غايتهم يذلون المحافظات السنية كما يقول. ليش من الجنوب ماكو سونار ترى قبل أو سونارات قبل يدخل للغزالية؟ للعلم الصقور سواق من جميع المحافظات تدخل عليها. كاظم ألامي قال والله العظيم يسمع ويغلس الكاظمي يوميا بدولة رايح وبالليل يسمع قرايات، هذا العراق كل من إله. أبو سيف الجنابي قال الخلل بالمنظومة الأمنية لأنها تباع وتشترى، لأن العصابات والمافيات من الأحزاب مسيطرة على كل مفاصل الدولة، وهذه السيطرات تدر عليهم ملايين الدولارات، حالها حال سيطرة الناي بديالة حاطيها بالجزيرة. والآن إلى فقرة أنت ترى. أطلق أهالي مدينة المسيب في محافظة بابل مناشدة بسبب إغلاق جسر المسيب الحيوي الذي يربط بين الصوب الصغير بالصوب الكبير منذ نحو عامين، وذلك بحجة إعادة إعماره، وأكدوا صرف أكثر من مليارين عليه دون جدوى بينما لا يزال العمل متوقفا في هذا الجسر. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى. هذا الجسر يا ابن عمي فوق المليارين، أكثر من مليارين صرفوا عليه، وصار له 15 يوم مسادين معزلين لا حد يشتغل بيه، فلشوا لهم شوية وعافوه. سوق المسيب شوف، بس احنا عزلنا لأنه سوق المسيب وين هو يجينا من ذاك الصوب، من الصوب الصغير الحي العسكري والحامية وحي الشرطة والقراعات والحمدانية كلهم يجون من ذاك الصوب، وهذا الطريق سادين الجسر، وهذا السوق سوق موتوه. زين انتم لما ما تشتغلون بيه ليه سادينه؟ بس دفتهمه هاي فلشتوا لكم شويه وبعدين عفتوه؟ لو اشتغل بيه زين، من كان حظر مال كورونا الشهرين ليش ما اشتغلتوا بيه؟ ليش هسه من فتحتوا الحظر قمتوا تشتغلون بيه؟ وليش فلشتوا لكم 50 متر وعفتوه؟ بس نفتهم، وصرفتوا عليه فوق المليارين. جسر الباستيل هو على بحر المان شر خاطر الكعبه، مو والله ما طلعتوا حتى ارواحنا، طلعتوا ارواحنا، طلع روحنا طلعت. ليش يا ظلام يا قتل يا مجرمين؟ والله عجبه هاي دعته، كل شغلك لاوات، كل شغلك لاوات، الله وكيلك ثق. اخذولهم مليارين ولقفوهم والشغله انسدت. اكو جسر سنه مدري سنتين متروك، اي وين صاير هو اصلا؟ يربط المسيب كله، اذا انسد الجسر انسدت، ماتت المسيب بالكامل، الله وكيلك تموت. يعني فد وضعية تعبانة، ووضعية يعني كلش تعبانة، وين من تحكي كلها ما شاء الله كلها حاطة بجوبها وساكتة. يعني هذا جسر ينغلق فوق السنتين وما يترمم، بس هاي ايش قد تحسبها انت هسه باوع انت من هنا ايش قد تحسب سنتين؟ حيوان صاير هاي. أهلا بكم من جديد وإلى فقرة الخبر المزيف، حيث انتشرت أنباء عن استشهاد شاب قرب وزارة التربية في العاصمة بغداد. المقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دعونا نشاهد هذا المقطع. أبوي قلبي هذا الولد اللي نشروا عليه وقالوا مستشهد، هذا وين قدامك تشوفه؟ الله يرحمك. شنو صار وياك؟ إصابة خفيفة في صدرتي نقد شوي. وقع بالكامل. لا طلعت لا مت ولا هاي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مرحومنا. الله يرحمك حبيبي. نعم، الشاب فقط سقط أمام وزارة التربية خلال تظاهرة هناك ولم يصب بأذى. إلى البريد الوارد.
وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها مناشدة لبرنامج تواصل.com: نحن الموظفين في الوزارات المتعففة كما وصفها، الذين لا يختلف وضع موظفيها عن العاطلين عن العمل من خلال المستوى المعيشي والمتدني والمجحف، والذي أجبر كثير منهم مما لديهم واسطات أو من خلال دفع الرشاوى للانتقال إلى تلك الوزارات النفط والكهرباء. ورغم أننا نملك نفس عناوين ودرجات الموظفين بتلك الوزارات، لكن رواتبنا مثل رواتب الرعاية الاجتماعية في كثير من الوزارات كالإسكان والبلديات والزراعة والثقافة والصناعة وغيرها. نتمنى تحسين المستوى المعيشي لنا بتعديل رواتبنا أو شمولنا بربع المخصصات الممنوحة لموظفي الوزارات أعلاه لمواجهة ومسايرة ظروف الحياة الصعبة والعسيرة التي لا تخفى على أصحاب التشريع والقرار في الدولة. وفقكم الله لرؤية العدالة والنظر برؤية واحدة لكافة الموظفين. والآن إلى فقرة هاشتاج. أعاد ناشطون عراقيون تفعيل وسم نريد وطن، هذا الشعار الذي نادت به انتفاضة 2018 وثورة تشرين التي اندلعت في العام 2019، وما زالت مستمرة في خطوة معبرة عن تمسكهم بهذا المطلب واستمرار الثورة حتى تحقيق كافة أهدافها. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات مع هاشتاج نريد وطن. حسين الثاني غرد وقال على تويتر: اتركوا كل المطالب التي شتتت الثورة ودعونا نتحد على مطلب، نريد وطن لنتكاتف جميعا ونسترجع الوطن. إذا استرجعنا الوطن سيتحقق كل شيء. منى غررت وقالت: كل هذا اللي صار والاغتيالات والتسقيط بس لأن ردنا وطن نعيش به عيشة كريمة وهو أبسط حقوقنا. دكتور حسين تو كما أسمى نفسه: نريد وطن مثل الوطن اللي كان يحلم به صفاء وعمر وقدوس وأمجد وريهام. نريد وطن بدون فصائل مسلحة وسلاح منفلت. نريد وطن بدون طائفية وصراعات. حسين كاظم قال: أحلى هاشتاج وأفضلهم هالفترة. الله شقد اشتاقت لهاشتاجات الثورة الجميلة. نريد وطن بالفعل، نريد وطن في العراق خالي من الميليشيات والأحزاب والفساد وكل الصراعات التي تحدث في الطبقة السياسية وما خلفته من دمار وفقر وبطالة وأمية وجهل في العراق. الآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. احتجاجة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إطلاق الشرطة النار 7 طلقات أطلقها رجل الشرطة على رجل من أصول أفريقية. دعونا نتابع هذا التقرير المصور من موقع هسبرس. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.